محمود، انا دايما بعتمد على او بطمن لما يبقى الثلاثه اللي في النص عندنا في حالتهم شغالين شكل كويس. نتكلم في النني، السوليه، حمدي فتحي، الثلاثه دول بيبقى ليهم ادوار كثيره جدا في الملعب، ادوار مركبه كثيره جدا، ويطلب منهم كمان ادوار هجوميه ممكن ما بيكملوهاش بنسبه كبيره، بس ده سببه ان هم بيعملوا ادوار ورا خيالي. ايه الادوار اللي بيعملوها الثلاثي ده ومحتاجها منهم بكره مع الرباعي اللي في خط الدفاع؟ سؤالك جميل جدا. وقبل ما نتكلم على رباعي خط الدفاع، للظروف اجبرتنا ان احنا دايما بنواجه السنغال بطوارئ في خط الظهر، سواء على نهائي الكان او حتى على المباراه الحاسمه طبعا نتيجه تراكم البطاقات للونش وغياب للاسف طبعا سلامات ل محمد عبد المنعم. نص الملعب تحديدا بيحصل فيه تضحيات كبيره جدا. كون ان انت تطلب من النني، ودي كانت مشكله كبيره جدا لشكل محمد النني مع منتخب مصر في وجود هيكتور كوبر. ايوه، ان انت كنت بتحط النني دستروير نص ملعب بيفسد هجمات المنافسين وادوار متطابقه زي طارق حامد، فدايما يبقى شكل نص ملعبنا وحش، هما الاثنين شكلهم وحش رغم ان هما مفيدين جدا جدا. يعني كوبر يبقى قاعد بره مبسوط جدا بنفس الطريقه انه بيقفل وضامن نص ملعبه، لكن انت كمشجع وكمشاهد مش مبسوط. الان بقى مطلوب للنني انه نلعب بثلاثه فلات في نص الملعب، وبقى مطالب انني انه يميل بالادوار الدفاعيه وانه ينزل يكون هو اللي بيبدا البيلد اب مع المساكين، بنشوفه كتير جدا بيطلب الكوره، وبيطالب انني انه بيعمل كفر للبوكيتس اللي بتفتح مكان السوليه، وبيطالب السوليه منش بس صناعه اللعب انه كمان يلتزم بالحلقه الدفاعيه، وتشوف السوليه بوكس تو بوكس، وانه بيضطر يلعب بالعاب الهواء في الضربات الثابته، وانه بيضطر انه يرجع، في حين ان انت الطبيعي لما يكون عندك ثلاثه في نص الملعب تكون الامور مختلفه. انا الحقيقه كل دول بشوفهم بطريقه، على قد ما بشوف حمدي فتحي كمان بيقدم ادوار مهمه جدا جدا في انضباط الحاله الدفاعيه. الحقيقه ولا واحد من دول بيلعب على مزاجه. يعني انا اراهنك يا كريم، لو احنا بعد ما ان شاء الله ربنا كرمنا وباذن الله فزنا وحسمنا الصعود، ورحنا لحمدي فتحي لوحده، ورحنا للنني لوحده، ورحنا للسولية لوحده، وقلنا له مبسوط من ال 4 3 3 بتاع كارلوس كيروش، هو لو عنده الملان يقول لك لا انا مش ده مكاني. لكن انت وصلت المرحله، ودي نجاح لكارلوس كيروش طبعا، ان انت صنعت مجموعه. خلي بالك ده تحدي صعب جدا في فتره ضيقه جدا من البطوله العربيه لتصفيات لبطوله افريقيا لكاس العالم، انت لفيت الناس حوالين المنتخب. ايوه، ودي نقطه المدربين البرتغاليين بيعرفوا يعملوها كويس جدا. مانويل جوزيه، جيزفالدو فيريرا، حتى كارلوس كيروش. انت عارف يا محمود، مش عايز اقطعك، بس الفكره انه انت بتتكلم الراجل ده معانا بقاله 6 شهور، الناس حاسه ان هو بقاله معانا سنين. صحيح. فكره الشكل اللي بقى لينا شكل كمنتخب مصر، شكل حتى لو الشكل ده مش ممتع بالنسبه لك كالمشاهدين، والناس بتحب الكره الهجوميه، الكره اللي فيها مهارات كتيره، بس على الاقل انت فاهم شكل منتخب مصر، فاهم ادوار اللعيبه كلها في منتخب مصر، والاهم انه بيعرف ياخد اللي هو عايزه من كل المباريات. الكره دايما لعبت نتائج، تقدرش تتكلم على كده. صح. كارلوس كيروش وصوله لادوار متقدمه في البطوله العربيه بتشكيله من اللاعبين المحليين ومزيد من الاختبارات. صح. وصوله لنهائي بطوله افريقيا، تقدمه في الشوط الاول للمباراه الحاسمه، ده على سبيل لعبه النتائج. المشكله يا كريم ان ده بيبقى رهان، والكره بتخاف انت في الرهانات دي، وين اول اور لوز اول، لان انت لما تلعب اجلي فوتبول، او مش عايز اقول اجلي فوتبول، تلعب كره قدم متحفظه، لما بتكسب الناس بتنسى كل حاجه، لما بتخسر الاف الانتقادات والسكاكين اللي بتطلع كامينج فروم نوير، على عكس لما بتلعب كره قدم جميله وبتخسر. وتذكر طبعا اجمل نسخه لكره القدم طيب الذكر دائما وابدا كابتن حسن شحاته، ربنا يديله الصحه طول العمر، بعد مباراه البرازيل، رغم انك على الورق عملت نتائج سيئه جدا، لانك بعد البرازيل خسرت من امريكا 3، لكن الناس كلها ناسيه كل اللي حصل وماسكه في العشر دقائق اللي احنا لعبنا فيهم في البرازيل، هي دي اجمل كره قدم قدمناها. المقارنه ما بين ده وده، كره القدم ما بقتش يا كريم مجرد ملعب، كره القدم بقت اداره للموضوع. بس عشان طبعا كابتن حسن شحاته اهم مدرب في تاريخ مصر بحكم البطولات والانجازات، واسم كبير وعظيم وطيب السير، بدون كلام. بس لو احنا هنفتكر برضو ماتش البرازيل العشر دقايق دول، هنفتكر مباراه امريكا اللي بعدها. هي الفكره بالزبط. في ايه؟ انه ما هو في مباراه امريكا احنا لعبنا برضو لعب مفتوح، واشتغلنا زي ما اشتغلنا قدام البرازيل، بس خسرنا 3. هي في النهايه انا عايز نتائج. صحيح. وعايز انجازات، يعني صحيح. زي ما هنفتكر اللقطه دي، هنفتكر ان احنا خسرنا وكان معانا منتخب كويس قوي. انا معلش انا عارف ان انا طولت شويه، نسيب برضو المجله اللي هو، لكن الحته دي مهمه جدا بالنسبه لي، انه كره القدم ما بقتش مجرد حط التشكيل والعب. انت النهارده ازاي بتعرف تدير المنظومه الاعلام، يعني انت شفنا طبعا المؤتمر الصحفي بتاعه واللي حصل فيه، ازاي بيقدر انه يوجه الراي العام، ياخد الراي، ياخد الترند لصالحه. صح. بدل ما الهجوم كان موجه ليه، مشي والناس كلها رفع ايديها ان هي راضيين عن النتيجه. صح. وده اللي قدر يعمله، واحد غيره كان فركش المؤتمر ومشي. صح. كانت الدنيا اتغيرت وبقت ازمه من لا شيء، ودي ميزه عند المدربين البرتغاليين الحقيقه. بغض النظر عن كل شيء، نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله قبل اي حاجه.